طبيعة الحال اليوم نشهد ندوة صحفية بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير لتسليط الضوء عن برنامج الدورة الثالثة لملتقى الخيمة الحسانية الأيام أيام 27 و 31 يوليوز بمنطقة إتوغمار بإقليم شتوكا إتبها. وبطبيعة الحال البرنامج هذه السنة يتميز بمجموعة من الفقرات ومجموعة من البرامج الغنية من لتسليط الضوء على جانب من التراث والثقافة الحسانية، وكذلك لصيانة الذاكرة الحسانية. وهذه السنة إن شاء الله بعد أن شهدنا الظروف التي يعلمها الجميع، ظروف كوفيد 19، اليوم نعطي انطلاقة جديدة لهذه الدورة الثالثة إن شاء الله، وهي دورة متميزة بالنظر إلى أنها تعرف فقرات يعني جديدة خاصة فيما يتعلق بالخيم. هناك مجموعة من الخيم الموضوعاتية التي تحتوي على التراث الحساني والتراث اللامادي والشفاهي للثقافة الحسانية، وكذلك لرواق الصناعة التقليدية، وكذلك رواق التعاونيات بشراكة مع مؤسسات ذات صلة في هذا الشأن. كما طلبتوا، الهدف هو يعني ربط صلة وصل بيننا وبين إخواننا يعني الحسانيين، لا سواء في داخل المغرب لا خارج المغرب، لا أيضا إشراك إخواننا اللي كيعيشوا معنا اللي هما إمازيغنا والشلوح اللي كاينين في المنطقة، يشاركهم في هذا باش نتبادلوا العادات ديالهم والتقاليد ديالهم من خلال فقرات متنوعة فيها معارض، فيها أيضا سباق الهجن، سباق تبوريضة، فيها أيضا متاحف، كاين المعارض، كاين ورشات، كاين تكوينات، كاين تكريمات، كاين مجموعة ديال الأمور، وكاين بعض الألعاب اللي هي ما بقاتش كاينة في الصحراء وجبناها حنا هنا باش في كل فضاء الإنسان يعيش كأنه كيعيش في الصحراء. ممكن أنك تلقى الرملة تجلس ديك تشرب فيها تاي فوق الرملة، تحط الطبلة ديالك، كاين أيضا تلعب عاوتاني ذاك السيك، تلعب تشرتات، تلعب ذوك الألعاب ديال الحساني اللي صراحة، وبعض العادات اللي أيضا بحال تسنقيفت لي ولات يعني مزيج بين إمازيغن وبين بين الصحراويين اللي كلها الرعاة الرحال انسجموا مع إخوانهم الأمازيغ وشكلوا واحد يعني لحمة جميلة أعطت هذا الجيل الآن.